رحب معي الآن بسعادة رجل أعمال غني التعريف في عالم تجارة السيارات الأستاذ أبو حيدر. بداية مساء الخير. مساء النور أستاذ أبو حيدر. قصة نجاحك في الإمارات العربية المتحدة بدأت منذ عام 21 سنة تقريبا كان عمرك. كيف بدأت هذه القصة حتى الآن؟ بداية لما جيت على الإمارات العربية المتحدة بسنة 1993 كنت بريعان الشباب مثل ما بيقولوا، وكنت حابب شق طريقي بالحياة وكون نفسي، بما أنه مثل ما مسموع عن دول الخليج وخاصة الإمارات فيك تكون نفسك من لا شيء بدون أي رأس مال بمجهودك وتعبك. وهذا اللي صار فعلا. بدأت في حياتي كموظف عادي بصالون حلاقة، وبعد فترة سنتين هيك حاولت غير النشاط، بحيث لأنه لازم الإنسان يتطور مهما كان وطول إلا يحاول للأحسن، يدور الأحسن يعني عشان يتطور، ما معقول يضل مثل ما هو نفس المستوى يعني. فسبحان الله تعرفت على صديق إلي سوري عنده معهد تعليم قيادة السيارات. بهاي الفترة حولت نشاطي لتعليم قيادة السيارات فترة من 1998 لل 2004، وكانت فترة ناجحة الحمد لله بعملي، جدا نجحت بعملي، وكانت مستوى نجاح الطلاب اللي عندي تتجاوز 90%. يعني كان تقريبا مستوى المعهد اللي عندي يعني من المميزين فعلا فعلا. كان عندي مجموعة من المدربين النخبي مثل ما بيقولوا، نخبي بالمجتمع نعم بالنسبة للمدربين قيادة السيارات، وكنت أخذ كذا تقدير يعني نسب النجاح اللي عنا. ايه الحمد لله. اهم شيء شوف الانسان يكون مخلص بعمله بينجح، والصدق والامانه فوق كل شيء. بعد فتره يعني المعاهد الصغيره البرايفت اجى امر انه بايقافها، وفقط المعاهد الكبيره المعروفه على مستوى الامارات حولنا نشاطنا لتجاره السيارات المستعمله. طب شو كانت علاقه بينهم مع ما في علاقه؟ هو مجرد انه هذه سياره هي كانت هاي سيارات انا هوايتي كانت انا هوايه قلت لك الوالد عندي وعمي كانوا تجار سيارات بسوريا. فعندي هوايه يعني في ضمن انا بفتره اللي كنت مدرب سواقه كنت يعني طقطق مثل ما بيقولوا باللهجه السوريه طقطق على الخفيف يعني. سياره من هون سياره من هون بيع اشتري. فسبحان الله فقال لي صاحب بالمعارض قال لي تعال ننزل ونتشارك بمعرض انت بخبرتك. انا ما شاء الله عندي خبره يعني بالسيارات بسبب مجالي يعني انه اول شيء هوايتي بحب هاي الشغله وثاني شيء حبينا نطورها ما شاء الله عليك. ايه والحمد لله اخذنا معرض انا ويا شراكي لفتره تقريبا من 2008. حلو. بعدين هو حب ينزل على سوريا، هذا اللي شجعني على الفكره يعني. نزل كمل شغله وحياته بسوريا وانا كملت هون. اها. اي فضل الله طبعا انا اللي ساعدنا بالنجاح اكثر شيء هو التكاتف. صحيح. التكاتف شو؟ اللي اهالينا كانوا يذكرونا فيه قديما. اخوك وابن عمك. صحيح. انا اللي ساعدني بالنجاح اكثر شيء اخواتي اولاد اخواتي. ما شاء الله. ايه طبعا لانه ايد واحده ما بتسقف لحالها. صح. مهما كنت وعندك موظفين ولكن لازم يكون من أهلك من يسندك حتى مزبوط. تنجح بعملك مزبوط. فهذه سر النجاح الأساس. والسر الثاني اللي بيوازي مثل ما بيقولوا بيمشي على نفس الخط يعني بتمشي هون مثل ما بيقولوا بالحراج كله أو برا وبتسأل مين أبو حيدر بيقولوا لك دغري بدون ما أكون معك يعني مثل ما بيقولوا سمعته. شو اللي مشي ما قلت لك التكاتف اللي ماشي معه على المسار هذا؟ الصدق والأمانة. صح. نحن شغلتنا بالذات في كتير ناس دخيلين على المصلحة ضربوا سمعة التجار، لأنه كلمة تاجر مو سهلة كتير. صح. مو سهلة أبدا، مو أي واحد فيك تقول عنه تاجر. صحيح. وفي كتير ناس دخلوا ويقول أنا تاجر ونزعوا سمعة التجار. صحيح. طبعا أستاذ أبو حيدر قبل أن أتعمق في عالم التجارة وعالم السيارات أكثر وأكثر، تحدثنا أكثر معرض أنوار الخمس للسيارات
طبعا هذا كان بداية التأسيس. نعم كان بال 2004. نعم أنت وصديق لإلك. نعم ثم تم انفصال وهو ذهب إلى سوريا وأنت استكملت العمل. صحيح. تخبرنا قصة النجاح اللي هنا بعد استكملت أنت لوحدك، كيف أتى الأستاذ محمد وأولاد أخوك، كيف بدأت قصة النجاح في داخل المعرض، أو هل كان هنالك معرض آخر؟ لا أبدا ما كان في معرض آخر. هني طبعا كان أنا جبتهم جديد على البلد متخرجين معاهد وجامعات، شباب أول عمرهم بالعشرين، طبعا أنا عمهم. أخي طبعا هون كان فتك بالحديث، أنا لما الرخصة بدبي وقفتها حولت نشاطها لريكفري كرينات، شركة قطر سيارات. سلمت لأخ من إخواتي كان مدرب معي، جميل، مدرب بالمعهد عندي، سلمت لواحد من إخواتي وجيت أنا فتحت المعرض. فهالفترة هذه يعني لما اشتغلت بالمعارض صرت اسحبهم شوي شوي، سحبتهم لعندي على الشغل لأنه في فائدة لقيناها أحسن يعني أكثر من، وأنا شايف يعني أنه فائدتها غير الشغل هذاك. صحيح، شغل الكرينات وكذا. جميل. لو تحدثنا الآن أكثر عن معرض الأنوار الخمسة للسيارات المستعملة، هذا المعرض الجميع الناس تعرف موضوع السيارات المستعملة، تخبرنا أكثر برغم وجود الكثير من المعارض، الكثير من المنافسة بداخل السوق، برغم أن أنت ذكرت معرض الأنوار الخمسة يوجد به المصداقية والأمانة، الحمد لله، ما هي أبرز خدماته لهذا المعرض وما هي أبرز السيارات الموجودة داخل المعرض؟ طبعا نحن دائما ننظر للسوق وحاجة السوق والطلب، فالنسبة عامة الناس، النسبة الكبرى يعني من عامة الناس بدك تقول 70% هي الطبقة العاملة والموظفين وذوي الدخل المحدود ما يقولوا. فأنا كان تعاملي أكثر شيء معهم، مشان هيك اضطريت اتعامل بالسيارات الاقتصادية أكثر، اقتصاد ما يقولوا اقتصادية زيادة عن اللزوم، الياباني الكوري، للناس ذوي الدخل المحدود مثل ما يقولوا، بحيث أنه تقدر تعاطى بكمية بشريحة واسعة من المجتمع، تعاطى مع شريحة واسعة من المجتمع أنت بهالطريقة هاي فيك تعامل. والطريقة الثانية أنا كنت دائما يعني مثل ما قلت لك حرص على الموظف أنه يكون عنده مصداقية بالتعامل مع الزبون. صحيح. وإرضاء العميل بالدرجة الأولى، حتى لو دفعنا من جيبتنا نرضي العميل. يعني مثلا على سبيل المثال هلا حصلت حادثة هلا عندي قبل ما تجوا بساعة بالضبط مع موظفة جنسية الأسيوية، أخذت من عندي سيارة. طبعا على علمك أنت السيارات المستعملة كلها هون مستعملة، يعني مهما كان ما هي زيرو، أنت ما تشتري من وكالات إلا ما يكون في خدش مصبوغة من جنب كذا، في قطعة مصبوغة، بس أهم شيء أنه ما في ميجر أكسيدنت. فهاي الزبوني طبعا انا ماني متواجد بالمعرض، انا يعني شغلي انا بمر على الشركات، انا شغلي بتعامل مع الشركات وبشتري باكجات مثل ما بيقولوا ديلات كامله يعني. اي فقالي لانه نحن بنعطيك جرانتي مرور وجرانتي 6 شهور على الجير والماكينه والشاسيه، هاي قصه صغيره. فهي اخذتها طبعا تشيك اب كامل، قالوا له انه فيها سبق، فيها ال البامبرز في مصبوغ، في مراية مبدلة. اجيت لهون قال انتو ما خبرتونا بهالشي، قلت لها اختي لو سمحتي، انا بالصدفة هلا وقت جيت يعني قبل بالصدفة انا جيت يعني وشفتها، فقلت لها هي سيارة مستعملة لابد انه تتعرض يعني لهيك امور. صحيح. ولكن نحن عم نتكلم في قانون دولة الامارات، اذا كان جيرو الماكينة ولا الشاسي فيهم اي ضرر، هاي السيارة صاحب السيارة بيتحمل المسؤولية، مع ذلك هذه مستعملة بتضلها، مع ذلك انت شو بدك، نحن حاضرين، بدك ترجع السيارة وعربونك، بدك اي سيارة اختاري اللي بدك اياها. فتلاقيها ارتاحت جدا يعني وقالت خلاص انا رح ارجع اختار سيارة تانية وتساعدوني فيها وان شاء الله، وبخبر رفقاتي يعني حتى يعني كتير ارتاحت وانبسطت. فهذا السر الاساسي يعني انه بالنجاح، ولا في اذا ما كان بهالطريقه هي، لانه بدك تجي مع زبون ترضيه مثل ما بيقولوا العميل اولا يعني ارضائه لازم. جميل. طب استاذ بحيث تخبرنا اكثر عن عالم السيارات المستعمله، كيف ترى تطورها داخل الامارات العربيه المتحده؟ بالنسبه لتطور تجاره السيارات
هي بدأت بشكل ملحوظ من حوالي سنتين. تطورت بشكل ملحوظ فعلا يعني بمجهود حاكم الشارقة الله يطول بعمره الشيخ سلطان والقائم على العمل هذا. فعلا هي شركة أصول صحيح. التخطيط اللي قاموا فيه والتنظيم للمعارض الموجودة بالشارقة يعني بعتقد باعتقادي وحسب ما ذكر يعني انه الاول بالشرق الاوسط تفوق على معارض كثير بالامارات وبخارج الامارات بالنسبة للتنظيم للتعامل انسيابية العمل بكل شيء يعني. فاتوقع انه يعني من احسن لاحسن يوم بعد يوم وخاصة خاصة في عندك مجموعة يعني كتير منفتحة هون التجارة منفتحة على كتير من الدول فبتلاقي من جميع الجنسيات عم يجون عندك هون بيشتروا سيارات إن كان من الأردن من السعودية من عمان من دول جنوب أفريقيا. صحيح. نتعامل مع كل الجنسيات ما شاء الله وعم يجوا لعنا على السمعة طبعا أكيد. صحيح. ما الذي يميز معرض الأنوار الخمس للسيارات عن باقي المعارض بنفس؟ طبعا أنا ما فينا أقول لك شيء يميز وزيادة عن اللزوم ولكن أنا بعتقد أنه المعارض كلها مميزة بالشارقة حاليا واللي يميزه بالذات هو السمعة السمعة صحيح. الحسنة والتعامل مع الزبائن والمصداقية أكثر شيء يعني. ما شاء الله عليك. طبعا أستاذ أبو حيدر أستاذ أبو حيدر هذا النجاح متى من فراغ لمن توجه رسالة شكر كانت داعما ومؤازرة لك في بداية قصة نجاحك منذ دخولك إلى الإمارات العربية المتحدة حتى الآن؟ أول شيء نشكر دولة الإمارات العربية المتحدة اللي قبلت تستضيفنا واستضافتنا بهالبلد مدة ربع قرن تقريبا. صحيح. مشكورين ونشكر الشيخ سلطان على المجهود اللي قاموا فيه والعاملين تحت إيده والشكر الكبير طبعا لدولة الإمارات والقائد الشيخ خليفة صحيح ولجميع شعب الإمارات الطيب التعامل فعلا فعلا شعب مضياف فعلا يعني صحيح. أنا كثير تعاملت مع الشعب هذا مو نهار ولا اثنين وما شفنا منه إلا كل خير. صحيح. طبعا أستاذ أبو حيدر أنت ذكرت في بداية اللقاء أنه هناك تم امتداد المساعدة من أخواتك من أولاد أخوانك العائلة بما فيها بزنس فاميلي كامل بنقدر نحكي. تخبرنا أكثر شو توجه لهم رسالة شكر في بداية قصة نجاحك؟ طبعا أنا بشكر أخواتي وأهلي بسوريا أولاد أخوي اللي هني محمد وأحمد أولاد أخوي الكبير اللي وقفوا معي يساعدوني وفي إلي أخي اللي أصغر مني والأخي الصغير نهائي أبو محمد هو اللي وقف معي وهو شريكي طبعا بالمعرض. إيه والشكر لهم والشكر لله بالأول وبالأخير. صحيح. طبعا احنا أيضا موجهين رسالة شكر أيضا بغيابهم. أستاذ أبو حيدر قبل أن يدهمنا الوقت في هذا البرنامج كما تعلم الإمارات العربية المتحدة تنعم بنعمة الأمن والأمان تحت ظل القيادات الحكيمة تحت ظل القيادات الرشيدة الحمد لله. نعمة الأمن والأمان ماذا تعني لسعادة رجل الأعمال الأستاذ أبو حيدر وما هي رسالة الشكر التي وجهها إلى شيوخ وحكام الإمارات العربية المتحدة بمناسبة نعمة الأمن والأمان؟ المايك من عندك والكاميرا من أمامك. أول شيء نحن نوجه رسالة شكر وتقدير واحترام لجميع شيوخ وحكام الإمارات على فعلا نعمة الأمن والأمان اللي منحنا إياها لأنه اللي فاقد الشيء اللي فاقد الشيء هو اللي بيعرف قيمته. صحيح. واللي ما فاقد الشيء ما بيعرف قيمته فعلا. نحن فقدنا هذه النعمة ببلادنا فمن قدرها ومن حطها تاج على روسنا نعمة الأمن والأمان. الأمن والأمان أحسن من الفلوس ومن الدنيا كلها مثل ما بيقولوا. هي فيك تحط راسك تنام بالشارع صح وما تخاف تنام برا وأهلك ببيتهم أنت مطمن عليهم. هاي أكبر نعمة أمن وأمان. صحيح. طبعا سيد أبو حيدر الله يديم علينا من نعمة داخل الإمارات العربية المتحدة
وعلى جميع الدول العربية بإذن الله. أستاذ أبو حيدر طبعا في النهاية أنا بتشكرك لاستقبالك رائع لنا. شكرا كثير لكم على استضافتكم الكريمة. بالعكس شرف كثير كبير لنا استضفنا رجل أعمال أثبت همته وبراعته في الإمارات العربية المتحدة برغم منذ دخولك في عمر 21 سنة بدخولك إلى الإمارات إلى أنك بنيت هذا المستقبل بداخل الإمارات العربية المتحدة وشكرا لك. شكرا لكم. شكرا. وإلى هنا أعزائي المشاهدين كان معنا لهذا اليوم قصة نجاح أثبتت همتها وبراعتها وقوتها وعزيمتها في داخل الإمارات العربية المتحدة. كان معنا رجل أعمال الأستاذ أبو حيدر في هذه معرض الأنوار الخمسة للسيارات المستعملة في منطقة الشارقة وإمارة الشارقة. وفي النهاية انتظرونا بكفاءة جديدة كما عودناكم ودمتم بأمان الله.